الفينيرز او العدسات الخزفيه. ايه هي الفينيرز او العدسات الخزفيه اللي احنا بنسمع عليها دي؟ دي قشره صغيره خالص بنصممها بطريقه معينه، هحكي لكم عليها في وسط ما احنا بنتكلم، بتوصل لنا لنتيجه كبيره. عشان كده احنا بنقول عليها ذا باور اوف فينيرز، قوه الفينيرز. العدسه دي بتتعمل عن طريق ان احنا بناخد مقاس، المقاس ده بنوصله على الكمبيوتر عن طريق السمايل ديزاين، بنبدا نعمل ديزايننج لشكل الاسنان اللي احنا عايزينها، وبيدي اوردر في الاخر للسارك ان هو يخرط الفينيرز دي او العدسات دي بسمك 0.4 او 4 من 10 من الملي. 4 من 10 من الملي ده يعني اقل من نص الشرطة الصغيرة اللي في المسطرة، يعني حاجة لا تذكر. طب احنا ليه بنتجه الاتجاه ده؟ في ناس بتقول لك احنا ممكن نعمل كراونز مثلا، في ناس ممكن تقول لك احنا ممكن نعمل الاسنان كلها نبردها ونحضرها ونعمل عليها اي تركيبه ثابته توصل لنا لنفس النتيجه. هو ممكن نوصل لكده اهو، بس احنا دايما بنحاول نحافظ على الحاجه اللي ربنا خلقها لنا، الحاجه الطبيعيه دي ما بتتكررش تاني. يعني ما ينفعش حد يقول لك تعال غير لك دراعك وركب لك دراع صناعي مثلا. احنا بنحافظ على الاسنان، احنا بنحافظ على الحاجه اللي ربنا خلقها لنا. عشان كده عملوا الفينيرز. الفينيرز دي بتعالج لنا حاجات كتير جدا، بتجمل لنا الاسنان. اول حاجه هي بتعملها بتسد الفراغات ما بين الاسنان. في ناس عندها الاسنان بتاعتها شكلها كويس وحالتها كويسه والرصه بتاعتها جميله جدا، بس في فراغات ما بينهم دي موحشه الشكل شويه. الناس دي يا دوبك بنعمل تحضير او تخشين خفيف خالص لسطح السنه الخارجي، ده اللي بيتاخد له مقاس يخلينا نعمل له ديزاين على السمايل ديزاين ونخرط له العدسات بتاعته اللي هي معموله لسطح الاسنان دي بذاتها بالشكل اللي احنا رسمناه. طبعا الديزاينر ده لازم يبقى رسام في لقطه زي دي، لان هو مش بيعمل ديزاين وخلاص، مفيش حاجه اسمها ديزاين ينفع للناس كلها. هو لازم يبقى عامل ديزاين يليق على الشخص بذاته. يعني ايه ديزاين يليق على الشخص بذاته؟ ديزاين يليق على شخصيته، يليق على وشه، على ملامحه، على لونه، على طبيعه العمل بتاعته. يعني ما ينفعش نعمل سنان صغيره لراجل بيشتغل مثلا في مصنع، ما ينفعش نعمل الحروف بتاعتها تكون فيها راونديشن او مدوره لراجل، ما ينفعش برضو العكس للستات، ما ينفعش تبقى سنه كبيره وهي ست. احنا دايما بندور على الحاجه الطبيعيه، لازم لما تبص للاسنان او للضحكه دي تشوف الطبيعيه، الرصه الطبيعيه، مش حاجه قد مش لايقه على المريض ده. وبكده قدرنا نسد الفراغات، بنقدر نعالج بيها، هي جزء من علاج الضحكه اللثويه. الضحكه اللثويه هي ان المريض لما بيضحك بيبان منها اكتر من اللثه اكتر من 3 مللي. ساعتها بنعمل ايه؟ طبعا التكنولوجيا وصلتنا للليزر، الليزر ده قدرنا نرسم بيه اللثه حوالين الاسنان ونرفعها، يعني بنقص جزء منها من غير ما يبقى فيه اي مشاكل في اللثه او فيه دم كتير او حاجه، لان الليزر بيقص ويكوي في نفس الوقت. بعد ما بنعمل كده شكل السنه ما بيبقاش جميل، جزء من الجذور اللي هو بيبقى حساس شويه بيبان، فبنعمل له الفينيرز، يبقى عندنا رصه حلوه. كمان الفينيرز هو بس مش تجميل، هو حاجه معالجه. يعني ايه حاجه معالجه؟ احنا بنقدر نعالج بيه كسر في السنه. يعني ايه كسر في السنه؟ زمان كنا اي كسر او شطف في السنه كنا بنضطر ان احنا نحضر بقيه السنه ونركب لها طربوش. دلوقتي لا، دلوقتي لو عندي كسر اقل من نص السنه بنقدر نكمله بالعدسه بتاعته اللي هي شكلها بناخده من السنه اللي زيها الناحيه الثانيه في نفس الفم ونركبها، ما يبانش منها اي حاجه وتقدر تستخدمها استخدام مظبوط. التسوسات اللي هي على السطح الخارجي للسنه كنا بنعملها بالحشوات التجميليه اللي لونها ابيض، بس مع مرور الوقت ومع شرب الحاجات الملونه لقينا ان بيحصل الحز او الفاصل ما بين الحشوايه والسنه بيغمق، وده كان بيظهر السنه بشكل كبير جدا. فقدرنا ان احنا نعالج القصه دي بشكل دائم عن طريق ان احنا بنعمل عدسه بتحضير خفيف جدا، برضو بنعملها ديزاين، بس هنا بقى بنعملها ديزاين نفس شكل السنه اللي هي راكبه عليها، وتتخرط وتتلزق في نو تايم. احنا عندنا ميزه من اهم مميزات العدسات الخزفيه او الفينيرز النو تايم، مجرد ما عملنا الديزاين بتاعنا احنا نقدر في خلال 2 3 ساعات نوصل للفينيرز ايا كان عددها.